This is Leon Kennedy, and you are watching Resident in Evil. Hey, it's Jill Valentine, and you're watching Resident in Evil. And if you like what you're seeing, smash that like button and subscribe. Resident in Evil. مايك جديد وإعدادات وحركات وكذا ودفعت كثير والله ما أدري عاد الحين إذا بتقولوا لي بعد إن المايك فيه مشكلة يا ساتر شو بسوي؟ هلا شباب رمضان على أبواب كل عام وانتم بخير بهالشهر الجميل شهر رمضان المبارك وخلال ساعات قليلة إن شاء الله العموم راح يبدأ في اللعبة الجبارة Resident Evil 4 Remake يا الله شنو متحمس لها واليوم اليوم اليوم مع الفيديو الأروع والأفضل عاطفيا بالنسبة لي ليون كينيدي شخصيتي المفضلة في سلسلة Resident Evil ذكي عاقل فاهم شاطر وقدها بكل ما تحمله الكلمة من معنى أحد أبرز الشخصيات إذا ما كان الأبرز ظهر كثيرا في كل مجالات السلسلة سواء كوميك مسلسلات أنيميشن أفلام أنيميشن ألعاب وإضافات والكثير الكثير في كل مكان يطلع لنا له جمهور كبير ويتنافس بقوة مع العود كريس ريدفيلد ليون وكريس من أروع الشخصيات في السلسلة وللعلم أنا قلت لكم في البداية ليون شخصيتي المفضلة عاطفيا شباب ها عاطفيا يعني أحب هالشخصية وهذا مو معناتها أفضل أو أقوى من كريس لا طبعا كلهم أقوياء وما في مجال للشك بس يا أخي القلب وما هوى متابعيني لا تزعلون القلب مال ليون بس الحين اللغط الكثير اللي صار في الفترة الأخيرة هبد والتكييس وروح يا معلم قلت لازم أوضح القصة الحقيقية والرسمية والفعلية لليون بدون أي لف ودوران ويلا نبدأ السلام عليكم هذا صوتي الحقيقي ترى يمكن إذا في ناس مستغربة لأن الظاهر المايك القديم أبو كلب حشاكم المهم ليون سكوت كينيدي أمريكي من أصول سعودية إيه سعودي عبالكم استهزئ شوفوا مصدري كاهو من فاندوم الموقع الجبار اللي مصادره موثوقة وما حد يتكلم عنها للحينك مو مصدق؟ لا حول ادخل على أول رابط بالوصف وبتشوفه بعينك حلو الحين قبل شوي لما سمعتني أقول سعودي على طول استغربت وطنشت ومتأكد أنك ما راح تفتح الرابط إلا للفضول تبي تشوف فواز قاعد يهبد لكن من داخلك بتقول بعدين فواز يستهبل مع انه مصدري من موقع فاندوم الشهير بس ما راح تصدق ولا تفكر ولا راح ترد علي اصلا ولا راح تعبرني لانك واثق ان ليون مستحيل يكون سعودي بالضبط هذا احساسي لما بدت معلومة تتداول في الانترنت بان ليون من اصول ايطالية وصدقوني ليون شاربه انا شارب ليون من راسه لرجوله وعارفه خطوة خطوة شبر شبر متر متر وخلى اشرح لكم الموضوع بالكامل الان شنو فاندوم؟ الموقع اللي الكل ياخذ منه معلومات مهمة كلمة فاندوم بالعربي تعني القاعدة الجماهيرية وهي ثقافة فرعية تتكون من معجبين يتميزون بإحساس التعاطف والصداقة مع الآخرين الذين يشاركونهم نفس الاهتمام حلو هذا الوصف الرسمي له خل اشرح لكم بطريقة مبسطة هو موقع يتكلم عن معلومات كثيرة عن العاب وافلام والى اخره انا وياك وفلان وعلان ندخل ونكتب فيه بعدين يجي واحد يعدل لي مثلا وبعدين يجي واحد يعدل على اللي عدل لي وتعديل في تعديل لغاية ما نوصل لمقالة متكاملة يعتمدون عليها تقريبا الناس في المستقبل واليوم نتكلم عن ليون في فاندوم في البداية تلقى واحد كتب كلام بسيط عنه ومع الوقت تعدل على هالكلام أكثر من مرة لغاية ما شفنا الكم الهائل من المعلومات الخاصة بليون وكون هالموقع يكتبون فيه ناس عاديين دائما يحطون مصادر لمعلوماتهم يعني مثلا أنا بقول ويسكر أشقر على أي أساس أشقر؟ على سبيل المثال أحط صورته في الريميك الأول كمصدر واضح شكله وواضح لون شعره ومثال ثاني بقول ليون إنه راح لمدينة راكون شنو مصدري ان ليون راح فعلا لمدينة راكون هي اللعبة نفسها اللي هي Resident Evil 2 وهكذا للعلم فاندوم يعتبر نسخة مصغرة من ويكيبيديا لكن كلهم يتشاركون بنفس الفكرة تقريبا وطبعا شفنا هنري كافل ممثل شنو سوبرمان وذا ويتشر لما يضحك على الصحفي ويقول له من صدقك مصدرك ويكيبيديا ليه قال هالكلام That's what it says on Wikipedia Yeah, Sorry. Wikipedia? You're using Wikipedia as your source of information? لأنه مصدوم عن معلومة عنه غير حقيقية تخيلوا واحد يقول عنك شيء لما تقول لا يا ابن حلال ما سويت هالشيء يقول كلام بل مذكور في ويكيبيديا وضحت الصورة حلو هذا فاندوم
بس فواز ليه قلت هالكلام؟ لأن تم التداول مؤخرا أن ليون من أصول إيطالية، وبعد البحث لقيت فقط فاندوم اللي جابها الطاري. لكن الغريب أن فاندوم لما يتكلم عن هالموضوع ما في مصدر، مثل ما تشوفون أمامكم. راعي المقالة زرفها بكيفه، علما أن كل شيء ثاني تقريبا في هالمقالة فيها مصادر. وللعلم فاندوم ترى موقع محترم وممتاز جدا، صدقوني ممتاز جدا، لكنه مو معتمد نهائيا لأي شيء تقراه فيه. يعني شلون اشرح لكم اياها؟ تقدر تقرأ على راحتك وتشوف وتفهم الموضوع وكل شيء، لكن لا تعتمد الفاندوم نهائيا إلا إذا كان حاط المصدر. ولا بعد دش على المصدر إذا أنت متعمق، طبعا دش على المصدر وتأكد أنه مصدر موثوق. إيه راح تعرفون ليش أنا قلت هالكلام بعد شوي. المهم أي شخص كاجوال، يعني لاعب عادي ومو متعمق في اللعبة، راح يصدق هالمعلومة. لكن بالنسبة لي من 2009 عارف النقطة عدل وفاهمها 100%، وهي كابكم لما كانت تبي تنشئ شخصية ليون استندت على رسامين يرسمونه، صح؟ ويحطون الرسامين معلومات أولية عن الشخصية. في حالة ليون الواضح أنهم قالوا له شرطي أمريكي ومثلا وكذا، هني الرسام رسم ليون، أوكي؟ أكيد الرسمة الأولى ما ضبطت وطلبت كابكم يعدلون عليه مرة ورا مرة لغاية ما استقروا على شكل ليون كينيدي النهائي. وبعد فترة كابكم أصدرت كتاب النماذج الأولية، ركز، نماذج أولية لشخصية ليون. وكان من ضمن التعليقات تعليق مصمم ليون نفسه، مصمم ليون نفسه اللي قال: لما صممت ليون وفي رأيي الشخصي، في رأيي الشخصي ليون كان مهاجرا من إيطاليا ولديه كلب أعزكم الله من نوع بلود هاوند. الرجل بعد ما سلم رسمته المعتمدة من كابكوم أخذ نصيبه من الفلوس وراح، انتهى دوره. وكابكوم ما عبرت فكر الرجال، وما همها الرجل هذا لما كان يرسم ليون ايش كان يفكر فيه اصلا. هني كابكوم رسميا ما جابت طاري الاصول نهائيا. خذوا الصدمه بعد، المصمم هذا كان يصمم لليون في الجزء 1.5 الملغي. ليون في هالجزء مختلف بشكل كبير عن ليون النهائي، عنده تكرمون كلب وموظف من زمان في شرطه الراكون، ما كان توه موظف مثل الجزء الكلاسيك، عكس ليون اللي نعرفه الحين، عكسه يا جماعه. للعلم أنا خاطبت 7 من المقالات الوحيدة اللي تتكلم عن ليون، المقالات اللي ما تقدر تعدل عليها مثل ما أنا عدلت على ليون السعودي. 5 مقالات الحمد لله تم تعديلها، باقي 2 حتى يومنا الآن هذا للأسف ما يردون علي ولا يعبروني، بس ما راح أخليهم. وبهالطريقة نستنتج ونتأكد 100% أن ليون أمريكي من أصول غير معروفة. راح تقولي فواز شنو مصدرك وشنو أصوله؟ يلا قول لنا أصولنا، عطنا مصدرك. قاعد أقول لكم من الآن أصوله غير معروفة. والأهم لما أقول غير معروفة مو معناته أنه مو إيطالي، ترى يمكن إيطالي ويمكن إيرلندي ويمكن روسي، ما ندري، يمكن كابكم في جزء جديد أو حتى في الرابع ريميك اللي بينزل بعد شوي توضح لنا أصوله. وترى كلنا نعرف أن أمريكا بنيت على المهاجرين، فأكيد أصول ليون خارج إيطاليا أكيد. بس الأهم الآن في وقت هالفيديو، رسميا ليون فقط أمريكي وأصوله غير معروفة. وصدقوني أنا أسعد واحد شخصيا إذا ليون طلع من أصول إيطالية، شخصيتي المفضلة ومافيا وكذا وحركات، بالعكس راح أفرح. بالنهاية إن شاء الله وضح الموضوع لكم. يلا خل نبدأ القصة التفصيلية لليون كينيدي اللي بتخليكم تعرفون حرف حرف بالضبط عن هذا الأمير النائم. ما تصدقون أمير نائم؟ تبى المصدر مكتوب في فان؟ لا امزح امزح، خلاص شباب، مصدر انه سعودي وأمير نائم، يمكن مع الوقت يدخل شخص ويعدل عليه ويضحك عليه طبعا ويعدل عليه، فحاول تدخل عليه بسرعة وتشوفه للفضول يا شباب، فقط للفضول. عاد هالموضوع بسيط وتافه بالنسبة لي، لكن كبروه الله يهديهم. لا 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 لا، صبر صبر شباب شباب، آسف تذكرت شيء، صح صح صح، ليون الصولة إيطالية، خلاص لقيت المصدر، لبسه في الرابع الكلاسيك الإضافي، يلبس لبس مافيا، خلاص واضحة. تخيل واحد يقول لي هالكلام، والرد سهل جدا، هذه أصول ليون الحقيقية، لأن هذه آخر إضافة رسمية للبس ليون، فخلاص فهمتوها أكيد، ما يحتاج أشرحها. المهم ليون كينيدي ولد سنة 1977 وله طولين، الأول 178 سنتيمتر وهو طوله في ريزيدنت إيفل 2 الكلاسيكية، والثاني 180 سنتيمتر وهو في فيلم فينديتا. ودائما لما تكون عندك مصادر موثقة اعتمد آخر مصدر، وهني نقول إن طول ليون نفس طولي 180 سنتي. يرموني بحبك يا ولد. بدأ ليون حياته لما وصل لمدينة الراكون وانصدم بالزومبي اللي قدامه وقع. أوه شنو شفيكم؟ أها أوكي، تبى الماضي ليون؟ ما له ماضي ترى، ما في مصدر يتكلم عن ماضي ليون نهائيا، رجل عصابي ومافيا وأمه وأبوه وإيطاليا. والله منو قال لكم هالكلام؟ ودي أقول جيب لي مصدر ماضي ليون، والله ما يقدر.
المهم هذا ماضي ليون يا شباب، للي مو متعمق ويزرف على كيفه. كلكم تعرفون ان ليون يتيم وعانى في طفولته صح؟ بس من وين جبت المعلومة؟ فاندوم؟ هالموقع في حياتي وانا اشرح ريزيدنت ايفل ما عبرته ولا دخلت له يا جماعة. شوفوا يا شباب، في مجلة اسمها كابكوم فريندلي كلوب CFC ستايل فان بوك كاب، هذه مجلة لمحبي كابكوم قديمة جدا، يشتركون فيها وتوصل لهم بشكل دوري. هني سووا مقابلة رسمية مع ليون كينيدي. إيه ليون كينيدي الشخصية الوهمية عملوا مقابلة معاها. عاد لا تركز، عملوا مقابلة وخلاص. الفكرة أن كابكوم قابلت ليون على أساس أنه حقيقي كمزيد من التشويق فقط لغير. وهذه المقابلة كانون رسمية وكل شيء في هالمجلة ترى رسمي. هذه المقابلة فيها تقريبا ماضي ليون اللي هو ترى جدا بسيط للعلم. ومن هنا نقول أن ليون بدايته كانت لما هلا كانوا في المافيا. لحول لحظة خلي أسوي زوم. وين مافيا؟ ما نقاريها. اللي مكتوب هو أن أهل ليون وهو صغير ماتوا بسبب أنهم متورطين في عدة جرائم. إنزين الجرائم هذه ممكن تكون مخدرات، تجار بالبشر، هشك بشك، سرقات، تجسس، مليون توقع ممكن تتوقعه. بس وين كلمة مافيا وعصابات؟ بالضبط أهل ليون أمه وأبوه ماتوا بسبب جرائم كانوا يسوونها وبس. خلاص لحد يهبد عليكم يقول مافيا، نوع الجريمة معروف، لكن الأكيد أن أهل ليون مو مضبوطين. الحين ركزوا معاي في ما بين السطور، كلمة فاميلي عايمة شوي، لكن اللفت نظري لما قال ليون أنا الوحيد اللي عشت منهم. زين يمكن عنده أخوات وأخوان، ترى ليه ما قال my parents؟ بالإنجليزي فاميلي تشمل الأب والأم والجد والجدة والأخت والأخ والعيال والأحفاد بعد، لكن كلمة parent يقولونها الأجانب لما يقصدون عادة الأم والأبو. فكر فيها شوي، يمكن اللي ماتوا مو بس أم وأبوه، يمكن عنده أخوان وخوات ماتوا بعد. خلوا الأمور هذه علي، يمكن تستغربون من التحليل مع الأم داعي، بس ترى أحب أطمنكم كل ما أشرح لكم أي شيء رزنتيبل أتوغل ترى ليه هالدرجة يا جماعة. لا في شغلة بعد، الحين ليه ليون ما مات؟ يعني افتراض أن عصابة دخلت وصفت أهله وقتلتهم، ليه ما قتلوا ليون؟ ممتاز، لأن في شرطي أنقذ ليون في اللحظة المناسبة مثل ما قالها في المقابلة. ونستنتج هني إن مثلا نبي نتخيل مع بعض شباب، ها في اللحظة اللي العصابة دخل على بيت ليون وهلا بدأت ترمي وتذبح هلا واحد ورا الثاني، ولما قربوا أو يبحثون عن ليون في شرطي جاء وأنقذ ليون. وهني نقول إن ليون كينيدي ماتوا أهله وهو صغير بسبب تورطهم في الجريمة، وتوهق المساكين وهو طفل وصار يتيم، ومن حسن حظه شرطي أنقذه من الموت المحقق. وهني بسبب وفاة أهله والجرائم والشرطة اللي ساعده وهو كان طفل وقتها، ليون كينيدي حب موضوع الشرطة وقرر يصير شرطي عشان ينقذ الناس على كثر ما يقدر. معلومة سريعة، يحب مشروب اسمه براندي. المهم كبر على هالشي وكان يحتفظ في ولاعة من وهو جاهل. هالولاعة مو هدية من أبوه؟ لا طبعا، ما في أمل أبي يعطي طفل ولاعة، نقدر نقول ونتوقع أنها من بقايا ورث العائلة لما ماتوا أهله. احتفظ فيها ليون مع أنه ما يدخن وقت مقابلة ليون اللي هو كانت في أحداث Resident Evil 2، لكنها تعطيها الشجاعة على قولته. الحين كل اللي قلته قبل شوي تعمدت أحط لكم بالفيديو لقطات المصادر، وبالوصف أيضا راح تشوفون روابط المصادر، لكن من الآن راح أنطلق بالشرح لأن ذا كل شوية بوريك مصدر يا فلان ما راح أنتهي. أوكي خلاص اقتنعتوا الحين أني فاهم، والحين ترى أقدر أكيس عليكم بالراحة. خلاص فواز ما شاء الله جاب مصادر كثيرة، أكيد كل اللي بيقوله الحين موثوق. همزح اللي يبي مصدر يا شباب يحط لي الدقيقة ويكتب لي المصدر. المهم بعد كل اللي قلته لكم، ولما كبر انضم ليون لأكاديمية الشرطة وهناك بدأ يتدرب فيها. المقيمون أو المشرفون قالوا عنه ساذج، يعني خبل، يجد خبل. في هذاك الوقت لما كان يتدرب الظاهر جديد ومسكين فقالوا عنه ساذج. ومعنى كلمة ساذج باللغة العربية هي بسيط، غير محنك، قليل النباهة والدهاء، ينخدع بسهولة، قليل التبصر بالأمور. استغرب صح؟ مستحيل هذا ليون. أوكي. بالنهاية نفسهم المشرفين قالوا أنه مؤهل لدرجة عالية جدا، من الآخر يعتبر من الأوائل في الدفعة. فكرة أن ليون اعتقدوا أنه خبل في البداية بسبب شكل وتصرفات ليون. دايما ليون صراحة من الوهلة الأولى بسبب برودة أعصابه تحس أنه أهبل. ما أدري شباب شو رأيكم؟ ركزوا في بداية الثاني والرابع والسادس مثلا شباب، ما أدري تصدقون شو هاللقطة. Unfortunately no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good.
المهم، لكن مع الوقت راح تقتنع انه من اروع الشخصيات بريزنت ايفل، لانه شخصية ليون هادئة الطباع بس الذكاء عنده فل يا حبيبي. هادي جدا رزيل لهالسبب بعدين دخل في منظمة دمار، دمار شامل اسمها DSO. وللعلم آدم بنفورد اللي كان وقت أحداث راكون سيتي أو بعدها مستشار كبير في الحكومة، وقبل لا يصير رئيس أمريكا في أحداث الجزء السادس، لما شاف مواصفات ليون اللي يعتبر جاهل بالعمر بعد أحداث راكون، عمره 21 سنة فقط، تعرفون ايش قال؟ أبيه أبيه. وهذا مستحيل في الواقع يا ولد، واحد عمره 21 سنة يأخذون حكومة عشان خططهم الخاصة المهمة. ولا بعد تخيلوا يا شباب، تخيلوا ها يا جماعة، احنا راح نلعب الرابع ريميك، تخيلوا واحد عمره 27 سنة يرسلونه الحكومة الأمريكية لحالة عشان ينقذ بنت الرئيس الأمريكي المخطوفة لحالة يا جماعة. وهذه النقطة تثبت شخصية ليون وقوتها، وذكرتها على السريع الآن دعما لوصف شخصية ليون، وإن شاء الله لما نوصل هالمعلومات في شرح القصة راح أشرح لكم بالتفصيل. المهم الحين نجح ليون وصار شرطي، سمع عن جرائم القتل والاختفاء الغريب اللي تصير في مدينة الراكون وضواحيها، وهنا قرر يروح يعني فزعة صج خبل، وبتلش لما وصل لمدينة الراكون مع انه في واحد داق عليه وقال له يا ولد لا تيجي في بلاوي في مدينة الراكون، بس ليون ما عبره. الرجل اللي داق على ليون منه؟ ألبرت ويسكر. تبون المصدر؟ ما يحتاج، خلاص عرفت المصدر. لا لا امزح امزح سوري. ليون في الريميك قال لي مارفن ريميك الثانية إن المفروض يداوم قبل أسبوع، لكن في واحد اتصل عليه وقال له خليك بعيد. ليون لما انقبل ترى مو بكيف يتأخر أسبوع، يعني الشركة لو قالت لك داوم بكرة مثلا مو بكيفك تقول بتأخر أسبوع إلا لظرف طارئ. وللعلم حتى لو عندك ظرف طارئ الشركة ترى لها الحق ما تقبلك كموظف جديد لأنك ما بديت العمل، يعني تقول هذا بدايتها انقلع ما نبيك. ليه قلت الكلام؟ لأن تقريبا يا شباب تقريبا وضع ليون الواضح إن آيرونز خلى أحد يتصل على ليون يقول لا تجي، والهدف ان ايرونز ما يبي قوة جديدة تأتي لحماية الراكون. شوية فلسفت صراحة في النقطة بس قلت لازم اوضحها. الخلاصة ان فعلا احد اتصل عليه وقال له لا تجي، وطبعا مو وسكر يا شباب لا تصدقون. لحظة شوي شباب، في فاندوم المقالة اللي الكثير يعتمد عليها كاتب عن موضوع الاتصال اللي استلمه ليون، مكتوب بالانجليزي citation needed، يعني محتاج للمصدر. غريبة معناها واضحة في بداية الريميك الثاني لما يقابل ليون مارفن في السيناريو الأول. فهمتها؟ مصدرك بدليل وأنا جبت له. المهم ليون تولع بفكرة الانضمام وفعلا انضم لهم وتقدم لهم ووافقوا عليه. قرر ينتقل ليون ودع أحبابه ومن ضمنه صديقته، لكن الواضح أنه دخل معها في مشاكل وقررت تتركه. هالحب خلاه لما يحرك من مدينته باتجاه مدينة راكون اللي هو شغله. المشوار كان طويل وهو ماشي بسيارته وقف عند موتيل أو فندق صغير يبي يريح، لكن المشكلة لما قرر يشرب الخمر عشان يرفه عن نفسه حسب اعتقاد الأجانب المعفن، هنا كاس ورا كاس لغاية ما عطاك وضعيته أنا اختفيت. سكر وانسدح لغاية ما قام ولقى نفسه متأخر، ركب السيارة وطيارة إلى مدينة الراكون. لا تحطون شباب الجزء الثاني من قصة ليون إن شاء الله خلال ساعات بإذن الله بتنزل، بتتكلم عن أحداث Resident Evil 2، وبعدها فورا إن شاء الله راح أنزل الجزء الثاني من قصته اللي تشرح علاقته مع كراوزر جاك كراوزر بالتفصيل. طبعا الفكرة أن المونتاج متعب فقاعد أرتبهم لكم على أجزاء، هذه قصة ليون تفصيلية في الجزء الأول، ونلقاكم بعد ساعات يا شباب ها مع الجزء الثاني، والسلام عليكم.